ما كان يعني أثر بأي مساعدة لأي حدا محتاج. شخصيته قوية، محبوب، يعني ما تسأل عنه حدا في البلد، في رأس العين، في جبل الشمالي، إلا بقول لك سائد، إنسان شخصيته كتير محبوبة. ما عمريش سمعت حدا شكي منه، بالعكس ما تلاقي إلا الناس بتحبه، دائما سائد سائد. بقول لك كل هدول أصحابك، كل هدول الناس بحبوه، فضل من الله. الحمد لله احنا منطالب كل مؤسسة دولية انها تساعدنا يسلمونا بقية الجثمان حتى ندفنه مع اجزاء اللي عندنا.